ليكوا شو بدكم تفهموا بدكم تفهموا هن اثنين اثنين شخصين شخصين بالفن في ديو عادي انه بحبك وبتحبيني وكذا وفي كتير انواع فنون حتى يفرجونا العظمة بالفن بيعملوا مثل صراع يعني بيعملوا بيعملوا مثل اذا بدكم هيك اثنين عم يتبارزوا يعني اوقات مثلا عم نحضر رقص نحن بيكون عاملين كوريغرافي حلوه كتير انه اثنين كانهم عم يتخانقوا هن طبعا مش عم يتقاتلوا انه بصير هيدا ينط عليه وهداك يرجع يوقعه وهداك يعني بيعملوا صراع من لوحه فنيه وكانه اثنين عم يتصارعوا خلينا نعمل شيء مثل مبارزه بالغنى مش يعني مين بصرخ اكثر اكيد لا بس شيء مهضوم مثل انه مثلا انا ببلش غني برد علي انيس مثل ما انا عم غني شوي انا يمكن عليله بعليله طب انا بطرب له بطرب لي بعرب له حلو العبارة بعرب له بعرب لي اوكي يمكن بقوم بغني وبعمل حركه راسه بقوم بغني على الحركه اعلى مني عم تفهموا هلا الذكاء وين الذكاء تعرفوا مين تختاروا اللي مقابلكم لانه مش عطول اذا الصوت اعلى يعني احلى انتبهوا لانه اللي صوته يعني تفاعلوا شوي بشكل انه تكون الاصوات كقوه قريبه من بعضها مش انه واحد يكون صوت باور الثاني ما في باور بس بجنن صوته لانه مش عطول الباور والحلو يكون الاصوات متجانسة بشكل انه ما حدا يسيطر على الثاني يمكن هو يعني بيسيطر عليه بالصريخ بس يمكن هيداك اللي يربح مش هيدا بالنسبة لنا انتبهوا مش قصة صريخ لقوا قصة لقوا قصة هي حرفة هي ناس بروفيشنال هي عرفتوا كيف يعني لقوا هيك شيء مثل سكاتش صغير حطوا يعني حطوا الحالة فيها الحالة اللي بتغنوها حطوها بقلب سكاتش هيك إذا بدكم يمكن ما ضروري يكون فيها قصة بس إنه خلونا نحس إنه ليش هالشي عم بصير اخترعوا لأنه هيئتكم كتير بتعرفوا تخترعوا لما فتوا إلى هلأ رح أتركوا السؤالين لما فتوا بالفرق كنتوا بتجننوا اختراعات رائعة ولذيذين وأكثر مرة أنا شخصياً مبسوطة لأن هيدا عالمي أنا الفكر والخيال والأفكار مبسوطة أنه عم بتلاقوا إشياء أوكي؟